منذ الصباح الباكر يبدأ علي مشواره ذهابا وإيابا إلى محطة تحلية المياه هذه في قضاء تشبايش. فهناك في عمق الأهوار ينتظره قطيع الجاموس الذي يهدده النفوق أو المرض إذا ما شرب من مياه الأهوار المتناقصة منسوبا والمتصاعدة ملوحة وتلوثا. وعند الوصول يفرغ الماء بزورق قديم أو حوض اسمنتي بات ضرورة من ضرورات العيش في الأهوار. القنوات المائية التي تم كريها بعد انخفاض المناسيب تزدحم بالمشاحيف المحملة بخزانات المياه المملوءة بالمياه العذبة. معاناة الذهاب والإياب التي تحتاج وقتا وجهدا سيما وأنها تتم لأكثر من مرة يوميا يفاقمها كلف شراء الماء، لكنها الحيلة الوحيدة لبقاء السكان هنا على قيد الأهوار حتى آخر رمق. يعني تأذينا كلش، حلالنا تدمر، مات من عندنا حلال كثير، تأذينا. هاي يعني تعال تعيش لك كل واحد باب 20-30 بهاي المقطورة، الله وكيلك تبهذلنا. يعني الدرب هذا انتهى، قاع مكانها تفلشت، وكل ساعة يا رايحين يا جايين بهالدرب. زين هم نريد الدولة تراعينا. ما يا اخوانا ما قلتوا 1-8 جهاز، 1-8 جهاز، وقت ما يجي نريد احنا قاعد نطيلك ونشلك ونصدق عنها. ويشكل زحف الجفاف في مناطق مهمة من الأهوار تحديا كبيرا في ظل تراجع مناسيب الأنهر المغذية وقلة الإطلاقات التي سببت ترديا في نوعية المياه وتلوثها ونسبة ملوحتها، إذ تنذر بكارثة بيئية واجتماعية واقتصادية. أن هذه الحالة إذا بقت عما هي عليه أو ازداد السوء سيكون هنالك تأثيرات ليست فقط اقتصادية على مربي الجاموس وإنما اجتماعية، قد تسبب مشاكل على حيازة الأرض، على حيازة المراعي، وكذلك قد تؤدي بنا إلى التأثير على الطابع الثقافي والإيكولوجي لمربي الجاموس، هذا الطابع الذي هو مهم ليس فقط للعراق فحسب وإنما للعالم أجمع. ويسجل منسوب المياه في الأهوار تناقصا يوميا بمعدل سنتيمتر واحد. يوميات مريرة يقضيها عرب الأهوار بصراع مع الجفاف وشح المياه دون بارقة أمل لإعادة الحياة إلى فردوسهم الذي أصبح على شفا الجفاف. من داخل الأهوار الوسطى بمحافظة ذي قار، أحمد السعيدي، الحرة.